مرحبا. طقس ربيعي حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة مرتفعة فوق معدلاتها السنوية بسبب كتل هوائية دافية توجهت من صحراء مصر عم بتأثر على طقسنا حاملة معها غبار بالأجواء مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة وبتنحسر بكرة الجمعة. أما الرطوبة فمنخفضة، البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 118 درجة، واليوم طقسنا استثنائي حار مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها لمثل هالوقت من السنة، مع ظهور طبقات من الغبار بالأجواء رح تؤدي إلى سوء رؤية، بيتحول بعد الظهر إلى غائم مع تكون طبقات من الضباب على المرتفعات. أما نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 840، السنة الماضية 630 والمعدل عام 850. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة رح تسجل الليلة على الساحل 16، على المرتفعات 10، بالبقاع 6 والأرز 3، وجولة أخرى على درجات الحرارة رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 22 برحبة، القبة 24 وأنوبين 10، ننتقل إلى العقورة 15 وساحل علمة 24، بيت مري 22 والمختارة 17، كفر فلوس 24 ودير الزهراني 20، معركة 25. أما الرطوبة فبتتراوح بين 30 و55%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 16-26 الخميس، الجمعة 14-22 والسبت 13-19، في شو بكتير الخميس يعني اليوم. أما السبت ففيه طول للأمطار، ويك أند رح يكون ماطر وهالشي رح يكمل للأحد. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الرياض 31، عمان 24، القدس 23، الجزائر 18، برلين 16 مع هطول للأمطار، وروما 23. وهيدا كان كل شيء. باي.